عليكم اختي شادك تلبس صديق شي بخير. انا اختي نجحت، راني دوزت يوم ونجحت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلك اختي شاد. عمر خيرك ما ننسى، عمر خيرك ما ننسى. الله يعمر ربي يجعل لك الخير في وليدك ان شاء الله في حياتك، اي حاجه اي حاجه تتمنيها الله يعمر ربي يسهل عليك فيها. كيف ما حليتي عقولنا وحليتي لنا واحد الطريق اللي كنتدو اللي كنا كنسحبوا راه تدو ما نشدوش هنا الا من بعد ما نتعلموا اللغه ومن بعد ما نقراو ومن بعد واحد لمده طويله. انت خسرتيها علينا، الله يعمر ربي يسهل عليك في اي حاجه، في اي حاجه تحطي عليها حطيتي عليها في يدك الله يعمر ربي يسهل لك اختي شادة. وعمر خيرك ما ننسى، الحمد لله راني نجحت اللهم لك الحمد. العقوبة لكاع البنات اللي باقيين ان شاء الله، ان شاء الله ربي غير يزيد في الرزق والكادو ديالك وصلك للدار ان شاء الله، وتستاهلي كل خير، تستاهلي كل خير والله تستاهلي كل خير. حقاش قصرتي علينا واحد الطريق اللي كانت طويله طويله، كنت انا تنسحبها طويله وكنت راه كنت دايره من سبع مستحيلات انني نشدو هنا ومن الدقه الاولى ونفهم من المره الاولى وما عنديش اللغه وما عارفاش نهضر ونعرف نمشي ندخل مع الطاليان ويخرجوا الطاليان ساقطين وندخل نخرج انايا ناجحه، راه شي حاجه اللي المهم البنات سمعوا راه قالت لك الطاليان خرجوا ساقطين وهي ناجحه الحمد لله. يعني كلكم ممكن تنجحوا بإذن الرحمن الرحيم، يعني غير خليوا الهدف قدام عينيكم. لي صراحة اللي الله يكثر خيرك عليها، الله يكثر خير عليك، الله يكثر خيرك عليها. وما عرفش انا دمتي تيقول لك علاش انت خاصك ديري بلا خلاص، الله يهديهم على نفوسهم وصافي، الله يهديهم على نفوسهم. هذه اصلا هذه الحجر بالفلوس وما تتشراش، بالفلوس وما تتشراش. الله يعمر ربي يسهل عليك اختي شاده.